يا صباح السعادة، يا صباح الفل على كل مشاهدي برنامج هيلثي لايف من كل مكان. أهلا بيكم النهاردة، حلقة جديدة هنكون معاكم على الهواء مباشرة من دلوقتي لحد ساعة كمان. هنتكلم في الصحة العامة زي ما عودناكم، إزاي تبقى صحتي أحسن، إزاي أبعد تماما عن مخاطر السمنة. إيه هي يا جماعة مخاطر السمنة؟ مخاطر السمنة كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى: الضغط، السكر، الكبد الدهني، أمراض العظم، الاكتئاب كمان، وعدم الثقة بالنفس. ازاي انزل في وزني؟ ازاي لو عندي شويه سمنه او شويه زياده في الوزن اقدر انزلهم بمنتهى الصحه، بمنتهى الفعاليه، وكمان بمنتهى الامان؟ اكيد كورس سوبر سيليم محقق نجاح غير عادي، غير مسبوق في عالم التخسيس وفي عالم الصحه والجمال بصفه عامه. دايما بقول انه نجاح اي علاج او نجاح اي اعشاب او نجاح اي دواء دايما بالاستمراريه بتاعته، فطول ما الحاجه مستمره طول ما في نجاح مستمر. وده اللي محقق الحقيقة كورس سوبر سيليم، انه بقاله 6 سنين في السوق يا جماعة، 6 سنين محقق نجاح غير عادي في عالم التخسيس وعالم الصحة والجمال بصفة عامة. الجميل في كورس سوبر سيليم مش بس يا جماعة بيخسس، لا بيخسس رقم واحد، رقم اتنين بيحافظ جدا على صحة شعرنا وبشرتنا، ورقم تلاتة انه بيقوي المناعة. فزي ما بقول كورس سوبر سيليم 3 في 1، بيخسس بمعدل خطير، بمعدل من 10 ل 15 كيلو في الشهر، وده طبعا منتهى النجاح، انه مفيش كورس دلوقتي في السوق بيخسس بنفس معدل كورس سوبر سيليم من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر. في ناس هتيجي تسالني دلوقتي تقول لي طب انا على اي اساس حد هيخس 10 كيلو على كورس سوبر سيليم، وحد تاني هيخس 12 كيلو، وحد تالت هيخس 15 كيلو؟ الحقيقه يا جماعه معدل نزول الوزن المختلف عند بعض الناس ده بيختلف على حسب السن وعلى حسب كمان طبيعه حرق الجسم. فممكن لو حد يا جماعة السن بتاعه صغير في السن وكمان حرقه كويس هيخس معانا 15 كيلو في الشهر مع كورس سوبر سيليم. لو حد يا جماعة حرقه أقل شوية هيخس 10 كيلو. طب في أقل من 10 كيلو؟ طبعا، بس ده بيبقى ملخبط شوية في الأكل، بينزلوا معانا ب8 و9 كيلو بس. بالمعدل العام 80% من الناس بتنزل معانا من 10 ل 15 كيلو. طب ال 20% الباقيين دول بينزلوا أكتر من 15 كيلو. الناس اللي عندها سمنة مفرطة، اللي عايزه تقل 30 او عايزه تنزل في الوزن 30 و40 و50 كيلو، دول في اول شهر معانا مع كورس سوبر سيليم بينزلوا معانا 20 كيلو في الشهر. ان الناس دايما يا جماعه اللي اوزانها عاليه الجسم بيبقى ما بيصدق يلاقي حاجه بتنزله، فمش بينزل بالمعدل الطبيعي اللي هو بتاعنا 10 12 كيلو في الشهر، لا بينزل بمعدل اكبر لان هو بيبقى عنده سمنه مفرطه 30 40 كيلو عايز ينزلهم. فبينزل معانا في الشهر الاولاني 20 كيلو بس. انا دايما لما بحب اخاطبكم بقول على العامه، يعني النسبه الاكبر 80% من الناس بينزلوا من 10 ل 15 كيلو، ال 20% زي ما قلت لكم بينزلوا 20 كيلو في الشهر، بس انا بخاطب العامه الاكبر من الناس. طبعا احنا كنا عملنا مسابقه الحلقات اللي فاتت، الحقيقه هم كانوا مسابقتين وفاز منهم في المسابقه الاولانيه مروه، والمسابقه الثانيه كانت ايه فازت معانا. فمعانا دلوقتي مين؟ مروه ولا ايه يا جماعه؟ معانا مروه الفائزه المسابقه الاولانيه بتاعتنا. ازيك يا مروه؟ ازاي حضرتك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله، الف مبروك يا مروه. وطبعا احنا سعداء جدا بان انت جاوبتي الاجابه الصحيحه وكنت صاحبه اكبر عدد من الكومنتس الصحيحه على المسابقه، فالف مبروك ليكي. الله يبارك في حضرتك يا دكتور، انا فعلا اتبسطت جدا بالهديه، شكرا جدا لحضرتك. ميرسي يا مروه. قولي لي الكورس وصل لك ولا لسه في الطريق؟ لا وصل لي من يومين. طيب كويس قوي. وبداتي فيه يا مروه ولا لسه؟ هو لسه، بس مستنيه اعرف هبدا ازاي وكده، بس هو مش ليا، هو لوالدتي. انا اصلا دخلت المسابقه عشان ابسط والدتي، والحمد لله هي انبسطت. طب الحمد لله، كويس قوي ان هي انبسطت. الفريق الطبي هيكلمك يا مروه، الدكاتره هيكلموكي يقولوا لك طريقه الاستخدام بالظبط، وهنكلمك كمان شهر تقولي لنا والدتك خست قد ايه عليه في الشهر ده يا مروه. اكيد، شكرا جدا لحضرتك. ميرسي يا مروه، متشكره جدا جدا، ومستنيين ان شاء الله الفيدباك بتاعك بعد شهر، هنرجع نكلمك وردي على دكاتره الفريق الطبي هيقولوا لك طريقه الاستخدام يا مروه. الف شكر ليكي والف الف مبروك. شكرا جدا لحضرتك، شكرا لذوقك. ميرسي يا مروه، ميرسي. حاولوا تكلموا لنا ايه المتسابقه الثانيه اللي فازت معانا في المسابقه الثانيه يا جماعه، هنكلمها برضو النهارده نقول لها الف مبروك، وتقول لنا بقى هي جايبه الكورس لنفسها او فازت للكورس بنفسها ولا لحد معاها. ارجع اكلمكم بقى على كورس سوبر سيليم. فدايما بقول لكم الاستمراريه يا جماعه هي سر النجاح، وكورس سوبر سيليم بقاله 6 سنين في السوق، كل يوم نجاحه بيزيد عن اليوم اللي قبله. زي ما قلت لكم انه بينزل بشكل قوي
جدا من 10 ل 15 كيلو في الشهر. الناس يا جماعه اللي ممكن، في ناس برضو بتكلمنا وبتكلم طبعا دكاتره الفريق الطبي عايزين ينزلوا 8 كيلو 5 كيلو، فهل ممكن مناسب ليهم الكورس؟ اكيد طبعا مناسب ليهم الكورس، بس الناس اللي عايزين بينزلوا 5 كيلو ما بنديش بقى الكورس كامل. احنا يا جماعه مش هدفنا البيع وخلاص، احنا هدفنا ان انتوا توصلوا للوزن المثالي. فالناس اللي عايزه تخس 5 كيلو 6 كيلو بندي كبسولات السوبر سيليم بس او كبسولات البي سلام بس على حسب الحاله. فعشان كده ده اللي دايما بقوله، احنا مش هدفنا اطلاقا المبيعات، لان احنا المبيعات اوريدي متحققه بقى لها 6 سنين، كل يوم المبيعات بتزيد عن اليوم اللي قبله. احنا هدفنا النجاح وان الحاله اللي عايزه تخس توصل للوزن المثالي بمنتهى الفعاليه بمنتهى السهوله وكمان في اسرع وقت. فدايما بنقول الكورس السريع لانقاص الوزن، الناس اللي عايزه تخس 20 كيلو 25 كيلو 30 كيلو عشان عندهم مناسبه معينه ايا كانت هي ايه المناسبه، عروسه او عريس او فرح عايزين يحضروه او حفله تخرج او مقابله شغل، الحاجات دي كلها بيبقوا هما محتاجين ينزلوا في الوزن بسرعه علشان يقدروا يحضروا المناسبه دي بمنتهى الثقه بالنفس ويبقى شكلهم كويس. فبنقول دايما الكورس السريع لانقاص الوزن، الناس اللي عايزه تخس بسرعه معانا بننصحها ان هي تاخد الكورس كامل اللي هو ايه، اللي هي كبسولات السوبر سيليم، ده اول منتج معانا في كورس سوبر سيليم. تاني منتج معانا كبسولات البي سليم، تالت منتج معانا كريم حرق الدهون وشد الترهلات. دايما بقول انه اي مرض يا جماعه بنديله اكتر من علاج، ليه؟ علشان لو العلاج الاولاني ما جابش نتيجه التاني كده كده هيجيب نتيجه، التاني ما جابش نتيجه التالت كده كده هيجيب نتيجه. وده اللي بيحصل في كورس سوبر سيليم، ان هم عباره عن تلات منتجات، فلو كبسولات السوبر سيليا ما جابتش مع حد النتيجه المطلوبه، كبسولات البي سليم هتكمل الشغل بتاعها على الحاله اللي عايزه تخس فتخسسها. طب كبسولات البي سليم ما نفعش، يبقى معانا كريم حرق الدهون وكريم شد الترهلات، هتزود من حرق الجسم هتوصلكوا للوزن المثالي في اسرع وقت. معانا بقى المتسابقه الثانيه ايه اللي فازت معانا في المسابقه الثانيه بتاعتنا، ازيك يا ايه؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الف مبروك يا حبيبتي، وان شاء الله كده مستنيينك تفوزي بمسابقات اكتر واكتر. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا ليكم والله. ميرسي يا حبيبتي والله. بصي انا لسه اول مره والله اجرب يعني تجربه ان انا اخد حاجه يعني انقاص الوزن وكده. ايوه. فان شاء الله يعني تبقى مش اخر مره يعني. إن شاء في ناس معتمده عليا على فكره. ان شاء الله. انا امبارح قعدت اقول لهم وكده بس في ناس معتمده عليا. لا ان شاء الله كله باذن الله، يعني ان شاء الله الوزن بتاعك اللي انت عايزه تخسيه هتخسيه مع كورس سوبر سيليا من اول كورس ليكي، ومش هتحتاجي كمان تجيبي الكورس تاني. الف مبروك ليكي طبعا. وهنتصل بيكي ايه كمان شهر عشان نتابع معاكي نزلتي قد ايه في خلال الشهر ده مع كورس سوبر سيليا. مش عارفه والله اقول لك ايه، كفايه والله انا مش عارفه. ان شاء الله خير يعني. ميرسي يا حبيبتي، شكرا يا ايه، نورتينا، وان شاء الله هتخسي كل الوزن الزياده من اول شهر مع كورس سوبر سيليا. هتنزلي معانا من 10 ل 15 كيلو في الشهر. المتابعه يا ايه ويا مروه مع الفريق الطبي متابعه مجانيه، الدكاتره هيكلموكوا كل اسبوع علشان يعرفوا نزلتوا قد ايه في الوزن، وهتكون المتابعه معاكم متابعه مجانيه. المسابقه يا جماعه هتبقى ان شاء الله كل يوم اثنين في برنامجنا هيلثي لايف، علشان نقدر نوصل لاكبر قدر من الناس، والناس ان شاء الله يبقوا سعداء الحظ معانا ويفوزوا بالمسابقه. طيب ارجع بقى اكلمكم على كورس سوبر سيليم، ثالث منتج معانا وهو كريم شد الترهلات وحرق الدهون. طبعا الكريم ازيرا مرخص من وزاره الصحه المصريه. الكورس يا جماعه بالكامل بالثلاث منتجات مرخصين من وزاره الصحه المصريه، الترخيص هتتعرض دلوقتي قدامكم على الشاشه. دايما بقول انه طالما منتج مرخص يا جماعه يبقى ده معناه انه في منتهى الامان، منتهى الفعاليه، وكمان منتهى السرعه في النزول في الوزن. التراخيص قدامكم هي على الشاشه، تراخيص وزاره الصحه المصريه لجميع منتجات كورس سوبر سيليم، كبسولات السوبر سيليم، كبسولات البي سليم، وكمان كريم شد الترهلات وحرق الدهون. النهارده بقى العرض بتاعنا عرض مميز جدا، ناس كتير كلمتني وقالوا لي عايزين نرجع تاني الثلاث هدايا اللي كانوا مع كورس سوبر سيليم. فالنهارده احنا بعد ضغط شديد طبعا معايا ومع الشركه، قلت لهم وضغطت عليهم ينزلوا الثلاث هدايا مره ثانيه. فالنهارده اقوى عرض على الاطلاق، النهارده الكورس يا جماعه عليه خصم 50% على كل المنتجات، بالاضافه لثلاث هدايا، مش هديه واحده ولا اثنين، ثلاث هدايا على كورس سوبر سيليم. ايه هم بقى الثلاث هدايا؟ كريم البشره لعلاج التجاعيد وترطيب الوش وتفتيح لون البشره، دي الهديه الاولانيه.
الهدية التانية كريم علاج جميع آلام العظام، الالتهاب اللي في العظم وآلام المفاصل، دي الهدية التانية معانا. الهدية التالتة هو الغسول النسائي دينكو اللي بيقدر يفتح منطقة البيكيني ويعالج البكتيريا والفطريات في المنطقة دي من أول استخدام. فاحنا عندنا النهاردة خصم 50% على كورس السوبر سيريم بالثلاث منتجات بتوعه، وكمان ثلاث هدايا، الكريم بتاع علاج التجاعيد، الغسول النسائي دينكو، وكمان الكريم بتاع علاج التهاب العظم وآلام المفاصل. أي حد عايز يوصله كورس سوبر سيليم النهاردة هيتصل على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. الحقوا يا جماعة اتصلوا بسرعة لأن العرض الأول 100 متصل بس. ودايما بقول بيرجع الناس بيتصلوا بيبقوا زعلانين إن هم واخدين الكورس من غير الخصم، فإحنا دايما بنقول إن الكورس يا جماعة هو أول 100 كورس فقط هو اللي عليه الخصم للأسف. خصم 50% مع الثلاث هدايا، فأي حد عايز يلحق الخصم يتصل في الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، هيرد عليكم الدكاترة بتوع كورس سوبر سيليم، دكتور او دكتوره هيرد عليكم، هياخدوا بياناتكم كامله وياخدوا العنوان ويوصلوا لكم الكورس السحري في التخسيس اللي هيخسسكم من 10 ل 15 كيلو في الشهر. لو اتصلتوا قبل ال 100 متصل هتاخدوا خصم 50% على الكورس بالاضافه لثلاث هدايا، فهيوصلكم النهارده اول 100 متصل بس هيوصلوا النهارده ست منتجات، الثلاث هدايا مع الثلاث منتجات تخسيس، الثلاث منتجات تخسيس عليهم خصم 50% مع الثلاث هدايا بالاضافه الشحن والتوصيل. توصيل النهارده لكل محافظات مصر هيكون مجانا، وكمان المتابعه مع الفريق الطبي، الدكاتره بتوع الفريق الطبي متابعه مجانيه مره كل اسبوع، يعني هتاخدوا متابعه مجانيه يا جماعه، هتاخدوا خصم 50% على الكورس، هتاخدوا ثلاث هدايا، شحن وتوصيل كمان هيكون مجانا لجميع محافظات مصر. تعالوا ناخد اول مكالمه معانا في البرنامج. صلاح، ازيك يا صلاح؟ يا صلاح. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ صباح الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. بتكلمنا من انهي منطقه يا صلاح؟ الجيزه، الهرم. الجيزه؟ اهلا بيك، اهلا بيك يا صلاح، اتفضل. اتفضل، ايه مشكلتك يا صلاح؟ هو انا بس كنت عايز اسالك يا دكتور. أيوه. دلوقتي انا وزني 96 كيلو وطولي حوالي 170 172. تمام. جربت انزل الجيم كذا مره بس ما يعني عندك حوالي تقريبا يعني 28 كيلو زيادة. عايز أسألك يا صلاح، هل هم في منطقة معينة في الجسم ولا كسمنا كلية في جسمك كله يا صلاح؟ لا، هم متوزعين يا دكتور. متوزعين في الجسم كله. يعني الزيادة في الوزن دول، ال 28 كيلو زيادة دول يا صلاح، هل هم في الفترة الأخيرة زدتهم مرة واحدة ولا يعني كل شوية بتزيد فترة، بتزيد حبة لحد ما وصلت للوزن ده؟ بقالهم فترة معاك يعني؟ يعني بقالهم فترة. بقالهم فترة. طيب أنا عايز أسألك بقى يا صلاح، هل أنت مريض ضغط أو سكر أو بتاخد أي علاجات لأي حاجة؟ لا لا خالص. طيب كويس أوي. أنت سنك قد إيه؟ 28 سنة. 28. طيب بص يا صلاح، احنا طبعا معاك هناخد الكورس السريع لانقاص الوزن، هتاخد الثلاث منتجات، هتاخد كبسولات السوبر سيليم، كبسولات البي سليم، وكريم شد الترهلات وحرق الدهون. كريم شد الترهلات وحرق الدهون ده هتاجله لي شويه، هنستخدمه في الشهر الثاني بعد ما تنزل شويه في الوزن. انت طبعا عندك حوالي زي ما قلت لك 28 كيلو زياده، فعايزين ننزلهم، فممكن ما يكونش ظاهر الاماكن اللي فيها دهون كتيره في الجسم علشان هم متوزعين في الجسم كله. فبمجرد ما هتنزل في اول شهر في الوزن مع كبسولات السوبر سيليم وكبسولات البي سليم، هتبتدي تشوف الترهلات عندك والمنطقه اللي عندك محتاجه تنزل في البطن، في الارداف، في الدراعات، فهنبتدي نستخدم كريم حرق الدهون وشد الترهلات من الشهر الثاني يا صلاح. في اول شهر هتمشي لي على كبسولات السوبر سيليم، هناخد كبسوله بعد الفطار بساعه وراها كوبايتين ميه، وهتاخد كبسوله البي سليم اللي هو تاني منتج معانا قبل الغداء بساعه وراهم كوبايتين ميه. هتمشي لي على النظام ده لمده شهر كامل، هتنزل في خلال الشهر ده من 10 ل 15 كيلو. بعد ما تنزل من 10 ل 15 كيلو بقى هيتبقى لك تقريبا حوالي 20 كيلو تنزلهم السمنه الباقيه اللي عندك. فدول من الشهر الثاني هندهن كريم حرق الدهون، هيبتدي بقى يبان المناطق اللي فيها عيوب، فيها ديفو عندك في جسمك بعد ما تنزل ال 10 كيلو الاولانيين. هتلاقي عندك بطن، هتلاقي عندك ارداف، هتلاقي التنيات الظهر ظهرت، فساعتها
عليها نادلين كريم حرق الدهون وشد الترهلات على المناطق اللي فيها الدهون الزياده دي، وهتستمر على كبسولات السوبر سيليوم وكبسولات البيسلام برضو في الشهر الثاني، وفي الشهر الثالث نفس القصه هتستخدم الثلاث منتجات. يعني انت يا صلاح هتاخد كورس ثلاث شهور من كورس السوبر سيليوم. عندك اي سؤال تاني يا صلاح؟ لا شكرا دكتور حبيب. تمام تمام يا صلاح، ميرسي جدا. هحولك دلوقتي على الدكاتره، الدكاتره هيتابعوا معاك مره كل اسبوع يا صلاح عشان يوصلوك للوزن المثالي. احنا ما بنسيبش حد يا جماعه، اي حد بياخد كرسي سوبر سيليوم سواء لحقه بالخصم او من غير خصم كده كده دكاتره الفريق الطبي بيتابعوا معاك اول باول مره كل اسبوع علشان نشجع الناس. دايما بقول ان التشجيع والمتابعه ده شرط من شروط النجاح في النزول في الوزن، بعكس ان انا ادي حد منتج مثلا او انت تنزلي تجيبي منتج من الصيدليه او تنزلي تجيبي منتج اونلاين ومحدش يسال فيكي بقى نزلتي في الوزن ما نزلتيش، عندك اي سؤال محدش كده كده هيجاوب عليك. لكن احنا عندنا اللي بيميزنا ان كورس سوبر سيليوم في الفريق الطبي الدكاتره بيردوا عليكم يا جماعه على اي سؤال عايزين تسالوه، بيتابعوا معاكم وبيشجعوكم في النزول في الوزن، بيتابع معاكم مره كل اسبوع علشان تقدروا توصلوا للوزن المثالي باسرع وقت وباسهل طريقه. معانا شهنده، ازيك يا شهنده؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. بتكلمينا من فين يا شهندة؟ من القاهره. من القاهره، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. هو انا بس كنت انا وزني 90 كيلو. ايوه. وطولي 160. تمام. ومش بقدر استمر في اي دايت بصراحه، يعني حتى لو نزلت شويه في الوزن بس ممكن استمر اخري شهر بس، بجد بيبقى الموضوع متعب جدا، وبعدين بعد فتره بيبدا الجسم بيزدد شويه مش بينزل بسهوله. فمش عارفه انزل الوزن ده باي طريقه، وحاولت برضو بالتمارين شويه بس مش بقدر انتظم لان وقتي مش بيسمح لي انزل الجيم. طيب انا عايزه اسالك على حاجه يا شاهين، انت دلوقتي لما بتعملي تمارين او بتقللي في اكلك بتلاقي نفسك بتخسي؟ بلاقي ممكن في اول فتره بخس حلوه قوي. بعد كده بتثبتي في الوزن. بثبت او ببدا انزل حاجات بسيطه قوي فما بقدرش اكمل. طيب بصي بقى يا شهنده، معانا انا عايزاكي تاخدي الكورس كامل، بس هتاخدي الكورس انت عندك طبعا 30 كيلو زياده يا شهنده، فانت لو نزلتي كل شهر معانا بمعدل 10 كيلو يبقى هتاخدي كورس 3 شهور من كورس السوبر سيليوم. بس هطلب منك حاجه، عشان انت عندك مشكله الثبات في الوزن ان انا بنزل في الاول وبعدين بثبت، فانا عايزه بعد ما تخلصي كورس 3 شهور من السوبر سيليوم يا شهنده هنمشي على كبسولات البي سليم شهرين، كبسولات البيسلام بس هنمشي عليها شهرين علشان نثبت الوزن ما نرجعش تاني الوزن اللي احنا يعني خسناه. احنا معانا كده كده كورس سوبر سيليوم مش بترجعي الوزن تاني لان هو ما بيلعبش خالص في كمية المخ، ملوش علاقة خالص بالجهاز العصبي بتاعنا، هو الكورس كله مواد طبيعية 100% فما بيأثرش خالص على المخ، فبالتالي كده كده انت مش هترجعي تاني الوزن اللي انت خسيتيه. ولكن نقطة ثبات الوزن ان انت ممكن في الاول تلاقي فيه ثبات في الوزن الفترة، فهناخد كبسولات البي سليم علشان التثبيت يا شهنة. عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. هحولك حالا على الدكاتره، هياخدوا منك العنوان وهياخدوا منك كل حاجه خاصه بالعنوان بتاعك والاسم والسن والوزن والطول علشان يبعتوا لك الكورس يا شهنده، ويتابعوا معاكي مره كل اسبوع، وطبعا هياخدوا بياناتك كامله، الملف الطبي بتاعك هيتسجل عندهم، هيتابعوا معاكي مره كل اسبوع علشان توصلي للوزن المثالي. طيب نرجع نتكلم بقى يا جماعه على اول منتج معانا وبحب دايما ابدا بيه، وهو كبسولات السوبر سيليوم. كبسولات السوبر سيليوم دي من اكتر الحاجات يا جماعه اللي بتقدر تحرق الدهون اللي ناتجه عن الكربوهيدرات. ايه هي الكربوهيدرات؟ الرز، المكرونه، العيش، الثلاثه دول من اساسيات الكربوهيدرات. الناس اللي بتاكل رز كتير ومكرونه كتير وعيش كتير وبينتج عن كده زياده في الوزن، دايما بنقول لهم حلكوا في كبسولات السوبر سيليوم، علشان السوبر سيليوم فيها قشور السيليوم، فيها القهوه الخضراء، وفيها مستخلص التوت الطبيعي اللي بيقدروا يحرقوا الدهون اللي ناتجه عن الكربوهيدرات اللي هي الرز والمكرونه والعيش. طيب نيجي عند فئه الناس اللي بتحب الحلويات، انا دلوقتي بحب اكل كنافه، بحب اكل بلح شام، بحب اكل شوكولاتات، بشرب سكر كتير في المشروبات، في الشاي، في القهوه، في النسكافيه، في العصاير كلها.
اي حد بيتفرج عليا عنده سمنه وزياده في الوزن عن طريق السكر انه مش قادر يمنع نفسه من السكر بنديهم كبسولات البي سليم، لان البي سليم فيها الفانيليا، فيها الكروميوم، فيها مستخلص الاناناس الطبيعي، وفيها القهوه الخضراء، وفيها قشور السيم. دول كلهم بيقدروا يحرقوا الدهون اللي ناتجه عن السكريات اللي هي الاكل اللي بياكل فيه سكر كتير. طيب نيجي بقى نشوف الناس اللي عندها ترهل في الجلد. انا عندي، انا بخس ولكن او انا خسيت على كبسولات السوبر سيليم وكبسولات البيسلم بس عندي ترهل. طب حلينا المشكله دي ازاي؟ في كورس السوبر سيليم عن طريق كريم شد الترهلات وحرق الدهون ازيرا. الكريم ده بيقدر يشد الجلد جدا، بيقدر يحرق الدهون اللي تحت الطبقه السطحيه مباشره من الجلد، فبالتالي تلاقي نفسك خسيتي وشكل جسمك حصل له شيبنج او حصل له نحت، يعني ما يبقى عندك ويست، يبقى عندك شكل الانثوي اللي احنا بنبقى عايزينه، مش مجرد ان انت خسيتي وتفضلي بلوكايه كده نازله بشكل كده، لا احنا عايزين الخسسان بنحت الجسم، الخسسان اكنك بتلعبي رياضه وخسيتي، ده اللي بيحققه كريم ازيرا او كريم شد الترهلات وحرق الدهون. معانا مين مداخله؟ سعاد، ازيك يا سعاد؟ يا سعاد صباح الفل. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه يا سعاد؟ الو. ايوه حبيبتي معاكي، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ عاملة ايه؟ صباح الخير. صباح النور على عيونك حبيبتي. ايه الاخبار؟ قوليلنا انت بتكلمينا من فين يا سعاد؟ من الدقهلية. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا سعاد، اتفضلي. انا حابة اشكر حضرتك جدا والفريق الطبي كله على المجهود اللي عملته معايا. ميرسي يا سعاد. انت اخدتي الكورس وخسيتي عليه؟ ايوه. انا كان وزني 85 كيلو. ممتاز ممتاز، شاطرة يا سعاد. خسيتي قد ايه؟ وصلت الوقت ل 65. كنتي 85 وبقيتي 65؟ ايوه. يعني خسيتي 20 كيلو ونص. ايوه في شهرين ونص. ممتاز. أيوة. ممتاز يا سعاد، برافو عليكي. كانوا بيتابعوا معاكي يا سعاد؟ ايوه والله انا اشكرهم جدا على المتابعه معايا، والله تعبوا معايا فعلا، والكلام بتاعهم بيريح، كلامهم مريح جدا. طبعا انا لسه كنت بتكلم يا سعاد قبل مكالمتك على المتابعه والتشجيع يا جماعه من الدكاتره، دي من اكتر الحاجات اللي بتساعد في نزول الوزن. بالظبط، بتديكوا تفاؤل، بتديكوا تشجيع، بعكس ان انا اخد منتج واخس عليه او ما اخسش ومحدش يتابع معايا مش فارق معاهم. لا احنا عندنا هنا المتابعه اهم من الكورس، ان هم بيتابعوا معايا. انا حابه اشكرهم يا دكتور، والله حابه اشكرهم جدا. ميرسي قوي يا سعاد، والله احنا اللي سعيدين بيكي. انت كده وصلتي للوزن المثالي يا سعاد ولا لسه مكمله؟ ايوه ثبت بقى. تمام. انت اصل انت 65 كيلو، هتخسي اكتر من كده ايه؟ انت كده تمام قوي زي الفل. لا انا كده حلوه كده جميله. بصي بقى، تثبيت الوزن يا سعاد هناخد كبسولات البي سليم، هنمشي على كبسولات البي سليم بس، مش هتاخدي اي منتج تاني. البي سليم لوحده هيثبت لك الوزن بتاعك يا سعاد، هتاخدي شهرين، يعني هتاخدي كبسولات البي سليم هتمشي عليها شهرين. ماشي يا دكتور. تمام. ميرسي يا سعاد. وطبعا بصي بقى، ما دام انت طبعا مكالمتك عندنا غاليه جدا يا سعاد، انا هبعت لك كورس شهرين لكبسولات البي سليم لحد باب البيت مجانا يا سعاد، تشجيعا مننا ومن الفريق الطبي ومن كورس سوبر سيليم على النزول الصحي للوزن اللي انت نزلتيه. فبشكرك جدا يا سعاد. يا ريت يا جماعه تاخدوا البيانات بتاعتها بتاعت سعاد علشان نبعت لها كبسولات البي سليم لحد باب البيت شهرين. طيب نرجع بقى نتكلم مع بعض على كبسولات السوبر سيليم. دايما بقول انه كبسولات السوبر سيليم فيها قشور السيليم، فيها كمان القهوة الخضراء، وفيها كمان مستخلص التوت الطبيعي. من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها جدا يا جماعة في النزول في الوزن هي كبسولات السوبر سيليم، لأنها الحقيقة بتلعب على الناحيتين. بتلعب على أول ناحية الناس اللي على طول بتاكل كتير قوي، شهيتها مفتوحة 24 ساعة، بنقدر بكبسولات السوبر سيليم عشان فيها مكون اسمه قشور السيليم إنه يسد الشهية. وقلت لكم كذا مرة قشور السيليم دي بتنفش في المعدة، فبتديني إحساس بالشبع لفترة طويلة، فبدل ما أنا بجوع كل ساعة أو ساعتين، مع قشور السيليم اللي في كبسولات السوبر سيليم هفضل 3-4 ساعات على الاقل شبعانه ومش قادره ادخل جسمي اي اكل. عشان كده بتنفع جدا مع الناس اللي شهيتهم مفتوحه. كمان قشور السيليم من اكتر الحاجات، كبسولات السوبر سيليم من اكتر الحاجات الرائعه في حرق الدهون، لانها بتزود جدا معدل حرق الجسم للدهون عشان فيها القهوه الخضراء وفيها مستخلص التوت الطبيعي. وقلت لكم كذا مره ان مستخلص التوت الطبيعي بيعلي حرق الجسم 4 مرات اضعاف الحرق الطبيعي. انا بحب
بحاول طبعا بقدر الامكان اتكلم بشكل غير يعني معقد، يبقى طبي بس مبسط، بس دايما بحب اقول المكونات، احب اقول انتوا بتاخدوا ايه. ما ينفعش ان انتوا يا جماعه حد يقول لك اه المنتج ده بيخسس، حتى لو كان كورس السوبر سيليوم، وتاخدوا الكورس من غير اي حسبان. لازم تعرفوا الجسم بيدخل فيه ايه، وبيشتغل ازاي الكبسولات، وازاي بتخسسني، وايه المكونات، وترخيص وزاره الصحه المصريه. الحاجات دي كلها مهمه جدا يا جماعه لاي حد بياخد كورس سوبر سيليوم او اي منتج تخسيس تاني. ما ينفعش ان انتوا تاخدوا الحاجات كده على عمانه زي ما بنقول، لازم كل حاجه تعرفوها. فبحاول بقدر الامكان ابسط لكم المعلومه في كل حلقه عشان اسهل المعلومات، واقول لكم مكونات الكورس وازاي بتقدروا تخسوا عليه بمنتهى الصحه ومنتهى الفعاليه. تعالوا نخرج فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. فاصل، وحابة أفكر حضراتكم أي حد عايز يخس في الشهر من 10 ل 15 كيلو، 10 كيلو على الأقل في الشهر لأي حد بيتفرج علينا، راجل أو ست أو حتى طفل من سن 12 سنة، أو الناس اللي عندها ضغط، عندها سكر، عندها مقاومة إنسولين، عندها وجع في العظم، عندها مشاكل الكبد الدهني، أي حد من الفئات دي يا جماعة تقدر تاخد كورس سوبر سيليوم اللي هيقدر يخسسهم من 10 ل 15 كيلو في الشهر. هتتصلوا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. إحنا النهارده عاملين مفاجأة وكورس سوبر سيليوم حابب يفاجئ جميع الناس. النهارده أقوى عرض على الإطلاق رجع تاني النهارده بس لأول 100 متصل، خصم 50% على كورس سوبر سيليوم على الثلاث منتجات، كبسولات السوبر سيليوم، كبسولات البي سليم، وكمان كريم أزيرة لشد الترهلات. بالإضافة إن النهارده الهدايا مش هدية واحدة ولا اتنين، النهارده في ثلاث هدايا يا جماعة مع الكورس. الهدية الأولانية كريم علاج التجاعيد وترطيب الوجه وتفتيح البشرة، الهدية التانية الغسول النسائي دينكو اللي بيقدر يفتح منطقة البيكيني درجتين من أول استخدام، من أول أسبوع في الاستخدام، بالإضافة إنه كمان بيقتل البكتيريا والفطريات اللي ممكن تسبب مشاكل في منطقة البيكيني عند بعض السيدات. كمان آخر هدية معانا وهي الكريم بتاع التهاب العظم وآلام المفاصل، كريم رائع يا جماعة. أي حد عنده وجع في العظم، أي حد عنده التهاب في المفاصل، أي حد عنده خشونة ركبة، استخدموا الكريم ده وعلى ضمانتي هتحسوا بطبعا تسكين في ألم خطير، وكمان علاج ومضاد للالتهاب لكل مشاكل العظام. ودايما بقول انه مشاكل العظام، في ناس بيجي لها مشاكل عظام نتيجه للسمنه، وفي ناس بيجي لها مشاكل العظام للاسف ما بتبقاش عندها، يعني بتبقى وزنها مثالي او وزنها كويس وبيجي لها برده مشاكل عظام. فالموضوع برده 70% من الناس المصابين بالسمنه بيجي لهم مشاكل من العظام، ولكن في برده فئه ثانيه للاسف بتبقى وزنها كويس وعندها مشاكل في العظام نتيجه للقعده طبعا فتره طويله على الكراسي، الوقفة برضو فترة طويلة في الشغل، أو المجهود الزيادة، أو شيل الأوزان الثقيلة. فدايما بقول إن كريم العظم مضاد للالتهاب، مسكن للآلام، بيقدر كمان يعالج ويسكن جميع مشاكل وآلام العظام. فالتلات هدايا مع الكورس اللي عليه خصم 50% تلات منتجات. فالنهاردة هيوصلكوا يا جماعة ست منتجات لحد باب البيت، بس ده لأول 100 متصل فقط. خصم 50% والتلات هدايا، كمان المتابعة مع الفريق الطبي الدكاترة من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، متابعة مجانية مرة كل أسبوع، والتوصيل والشحن لجميع محافظات مصر توصيل مجاني. طيب اللي بيلاقي التليفونات مشغولة، طبعا احنا زودنا أرقام التليفونات عشان كان في ناس كتيرة بيقولوا لنا إنه للأسف مش عارفين يوصلوا للدكاترة، التليفونات على طول مشغولة من ضغط الاتصالات. فكمان اللي احنا زودنا أرقام، فلو ما قدرتوش توصلوا للدكاترة من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، في كمان صفحة الفيسبوك هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، ممكن تطلبوا الكورس وهتاخدوه بالخصم من خلال صفحة الفيسبوك وان دايت اللي موجودة دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة.
نرجع بقى نتكلم مع بعض على تاني منتج معانا في الكورس، وهو ده اللي بيقدر يخسسكم من 10 ل 15 كيلو، بيحرق الدهون اللي ناتجه عن السكريات، وهي كبسولات البيسلم. كبسولات البيسلم يا جماعه الحلو اللي فيها ان فيها اكتر من مكون كلهم بيشتغلوا يسدوا الشهيه، وكمان يزودوا معدل حرق الجسم للدهون، وكمان بيقووا المناعه ويحافظوا على صحه الشعر والبشره، وبيحسنوا حركه الامعاء للناس اللي عندها مشاكل في المعده، مشاكل في الامعاء، والناس اللي عندها قولون عصبي. ليه بقى الكلام ده؟ لانه طبعا مستخلص الاناناس الطبيعي او المكون معانا في كبسولات البيسلم فيه انزيم اسمه البرومالين، ده اللي بيساعد جدا في علاج تنظيم حركة الأمعاء، بيساعد كمان الناس اللي عندها قولون العصبي. ومستخلص الأناناس الطبيعي من أكتر الحاجات يا جماعة اللي بتزود حرق الجسم بشكل ساحر، فأي حد بياخد كبسولات البيسلم من أول كبسولة بيحس إن هو بقى نشيط أكتر، بيحس إن نسبة الدهون في الجسم عنده هتقل أو بتقل فعلا نتيجة لمستخلص الأناناس اللي موجود في كبسولات البيسلم. فمن أول أسبوع استخدام مع الكبسولات دي هتحسوا بالفرق، هتحسوا إزاي الدهون في جسمكم قلت. الناس اللي عندها دهون في الكبد أو الناس اللي عندها دهون في الدم وارتفاع دهون ثلاثيه اللي هي الترايجلسرايدز او ارتفاع كوليسترول في الدم هيحسوا بتحسن هايل مع كبسولات البيسلم، عشان مستخلص الاناناس الطبيعي بيقدر يقلل الدهون جدا. رقم اتنين انه كمان مستخلص انه كمان كبسولات البيسلم فيها الفانيليا، فيها الكروميوم، فيها قشور السيليوم، الحاجات دي كلها يا جماعه بتزود جدا من حرق الجسم. فطول ما انا حرقي شغال كويس وبحرق كويس يبقى انا الدهون بتاعتي هتقل، يبقى انا هخس. طب لو انا حرقي بطيء الحاجات دي هتساعد في تزويد حرق الجسم، فبالتالي الدهون هتحرقيها وبالتالي هتخسي برضه. فعشان كده دايما كبسولات البيسلم الناس اللي عندها حرق ضعيف، اللي هي الناس اللي بتقول لي ايه بالبلدي كده انا باكل انا ما باكلش وبلاقي نفسي بزيد في الوزن، معناها ان حرقك ضعيف، حرقك مش كويس. طب انا هزود لك الحرق بكبسولات البيسلم اللي بقول لكم عليها اللي هتزود حرق الجسم بشكل هايل. معانا رضا، ازيك يا رضا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله دكتورة، انت عاملة ايه؟ الحمد لله. بتكلمنا من فين يا رضا؟ الغربية. اهلا بيك، اهلا وسهلا يا رضا، اتفضل. انا دلوقتي يا دكتورة وزني 88 كيلو. ايوه. وطولي 171. تمام، 171؟ اه 171. تمام. طيب السمنة دي يا رضا جات لك في الفترة الأخيرة ولا بقى لها سنين معاك؟ لا لا، الفترة الأخيرة. في الفترة الأخيرة. كان في عندك مثلا شغلك شغل مكتبي قاعد على طول ما بتتحركش، قليل في الحركة والمجهود، فعشان كده حصل الزيادة في الوزن، ولا بتلاقي نفسك ان انت بتاكل كتير في الفترة الأخيرة؟ لا انا بقعد اذاكر كتير في البيت ومع الأكل، ف جاية جت معايا بتخن يعني. تمام. طيب يبقى انت عندك حوالي 20 كيلو يا رضا عايزين ننزلهم. سهله يا رضا، ان شاء الله معانا في شهرين باذن الله، وانا مدياك كاباسيتي من الوقت، مدياك مزيد من الوقت ان انت تخس ال 20 كيلو في خلال الشهرين. هنخس مع بعض ال 20 كيلو يا رضا من خلال الشهرين عن طريق كبسولات السوبر سيليم، كبسولات البيسلم، اكتر حاجتين هيخسسوا معاك في الشهر 10 كيلو. وطبعا الدكاتره بتوع الفريق الطبي هيردوا عليك يا رضا على طول، تتابع معاهم، ولو عندك اي سؤال تسأل هم على طول، هم هيتابعوا معاك مره كل اسبوع يا رضا. شكرا دكتور. ميرسي قوي. شكرا شكرا. هحولك حالا على الفريق الطبي، انت من اول 100 متصل معانا هتاخد الكورس عليه خصم 50%. وما تنساش يا رضا التلات هدايا، الكريم بتاع علاج التجاعيد، كريم علاج الام العظام والتهاب العظام، وكمان الغسول النسائي ممكن تديه لزوجتك او لاختك او لوالدتك. طيب ارجع بقى اكلمكم يا جماعه على، انا اتكلمت على كبسولات السوبر سيليم، على كبسولات البيسلم، اكلمكم على المنتج الثالث معانا وهو كريم ازيرا اللي هو كريم شد الترهل وحرق الدهون. دايما بقول يا جماعة انه الجسم لو خس والجلد مش مشدود ما بيبقاش شكل حلو، فبالتالي بتبقى النتيجة زي ما هي، ما بيعتبرش انك خسيتي. ليه؟ اعرف ناس نزلوا 30 و40 كيلو ولكن كانوا بيلبسوا اكس اكس لارج، بقوا زي ما هم بعد ما نزلوا بيلبسوا اكس اكس لارج. طب ليه؟ علشان خاطر انه الجلد يا جماعة لسه مترهل، فمعنى انه الجلد لسه مترهل لسه بيلبس نفس المقاس. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا اشد الجلد. طبعا بيبقى في بعض الاوزان الثقيله، الناس اللي هي بيبقوا نازلين معاه 40 50 بيلجأوا للعمليات الجراحيه لشد الجلد، ده موجود. لكن بقى في عندنا طريقه ثانيه
آمنة وسهلة في الاستخدام، وهو كريم أزيرة لشد الترهلات وحرق الدهون. بندهن الكريم على المناطق اللي فيها سمنة، على المناطق اللي احنا عايزينها تنزل في الوزن. الكريم ده يا جماعة بيعمل ثلاث حاجات. أول حاجة إنه هيحرق الدهون اللي تحت الجلد. الكريم طبعا ما بيقدرش يوصل للدهون اللي في المناطق العميقة، احنا بيحرق الطبقة السطحية اللي تحت الجلد على طول، بيساعد جدا في حرقها. رقم اتنين إن الكريم بيشد الجلد. ليه؟ لأنه فيه كولاجين، فيه قرفة، فيه جنزبيل، فيه فيتامين إي، الحاجات دي كلها بتشد الجلد، معنى إن أنا جلدي اتشد يبقى مش هيحصل فيه ترهل. طب رقم تلاتة، الحاجة التالتة اللي بيعملها كريم أزيرة إنه بيعالج جدا يا جماعة السيلوليت وكمان الستريتش ماركس أو الخطوط البيضاء. أوقات ناس كتيرة بيبقى عندها السيلوليت اللي هو قشر البرتقال بالبلدي اللي إحنا بنقوله كده في منطقة الأرداف بالذات، وناس عندها ستريتش ماركس أو خطوط بيضاء في منطقة البطن بعد الولادة أو في منطقة الدراعات لما بييجوا يخسوا. فكريم أزيرة بيقدر يعالج جدا ويحسن من شكل الخطوط وكمان السيلوليت. هرجع أكلمكم على الكورس بشكل باستفاضة أكتر، بس خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل. بعد الفاصل، وحابه افكر حضراتكم بالعرض الهايل اللي عامله كورس سوبر سيليم النهارده حصري لجميع مشاهدي برنامج هيلثي لايف. اي حد بيتفرج عليا عايز يخس 30 40 50 كيلو، الحقوا العرض النهارده، عرض اقوى عرض على الاطلاق، وهو كورس سوبر سيليم مقدمين 50% على الثلاث منتجات، 50% على كبسولات السوبر سيليم، 50% على كبسولات البي سليم، وكمان 50% على كريم حرق الدهون وشد الترهلات كريم أزيرة. بالإضافة أنه الهدايا، ثلاث هدايا يا جماعة، مش هدية واحدة ولا اتنين، ثلاث هدايا، يعني هيوصلكم النهاردة ست منتجات لحد باب البيت. خصم 50% على كورس سوبر سيليم وثلاث منتجات هدايا. عندنا كريم علاج التجاعيد وترطيب الوجه وتفتيح البشرة. تاني هدية معانا غسول النسائي دينكو اللي بيقدر يفتح منطقة البيكيني ويقضي تماما على البكتيريا والفطريات في منطقة البيكيني عند بعض السيدات اللي بتعمل مشكلة فيما بعد، سواء كان في حكة شديدة أو إفرازات غير مرغوب فيها أو روائح غير مرغوب فيها، فدينكو هيقدر يعالج كل المشاكل دي. بالإضافة للهدية التالتة عندنا كريم علاج آلام العظام والتهاب العظام. ثلاث هدايا مع ثلاث منتجات تخسيس، ست منتجات النهاردة حصري فقط. ده أقوى عرض من عروض هيلثي لايف، لأنه طبعا عايز أقول لك على حاجة، عايز أقول لكم على حاجة، ناس كتيرة جدا جدا كانوا بيكلموا الفريق الطبي وبيبعتوا على صفحة الفيسبوك عايزين العرض اللي هو فيه ثلاث هدايا، فالنهارده رجعنا لكم تاني بالثلاث هدايا، عرض حصري بس لاول 100 متصل. فعلشان الناس بتزعل بعد كده لما الكميه بتخلص، اول 100 متصل، اول 100 كورس بس هو يا جماعه اللي عليه الخصم 50% مع الثلاث هدايا. المتابعه مع الفريق الطبي متابعه مجانيه مره كل اسبوع، والتوصيل والشحن النهارده مجانا لجميع محافظات مصر. بتطلبوا الكورس ازاي؟ من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، وكمان ممكن تطلبوا من خلال رسائل صفحه الفيسبوك اللي هتتعرض قدامكم دلوقتي برضو على الشاشة قدام حضراتكم اهي، بتبعتوا على الرسائل. انا شخصيا كدكتورة حنان بفضل جدا ان انتوا تتكلموا على الارقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، عشان يبقى في تواصل مباشر بين الدكتور او الدكتورة والحالة اللي عايزة تخس، اللي هو انتوا سواء كان راجل ست او طفل حتى عمره 12 سنة. معانا ندى. ازيك يا ندى؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ عاملة ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه، الحمد لله. الحمد لله يا ندى. بتكلمينا من فين؟ انا بكلم حضرتك من القاهره. اهلا بيك يا ندى، اتفضلي. دكتور انا طولي 168. أيوة. ووزني 90 كيلو. تمام. طب انت حاولتي تعملي دايت يا ندى وما قدرتيش تخسي، او حاولتي حتى تمشي على منتج تخسيس او تقللي في اكلك او تعملي رياضه ولقيتي نزول الوزن مش كافي او نزول وزن مش حلو؟ لا الصراحة أنا ما عملتش كده، بس أنا الوزن اللي أنا يعني أنا كنت أرفع من كده بكتير، بس الوزن ده دلوقتي بسبب إن أنا لسه والدة. يعني الزيادة في الوزن دي جاتلك عشان أنت لسه والدة؟ بالظبط كده. طب يعني أنت كنت قبل الولادة كويسة يا ندى، ما كانش فيه مشكلة؟ كان وزني كويس؟ لا خالص، كان وزني كويس جدا. تمام، يعني أنت عندك 22 كيلو زيادة يا ندى زادوا بعد الولادة.
بالظبط كده. طيب بصي بقى، من اسهل الحالات اللي عندنا مع كورس سوبر سيليم في نزول الوزن الناس اللي زادت الوزن الزياده المستحدثه، اللي هي زياده سواء كانت بعد الولاده، اشتغل شغل مكتبي فزاد في الوزن، اكل كتير في الفتره الاخيره فزاد في الوزن، اخذ دواء اكتئاب او كورتيزون فزاد في الوزن. دايما بقول ان الوزن اللي لسه جديد يا جماعه او لسه مستحدث لسه حديث الزياده في الوزن سهل جدا النزول فيه بمنتهى السهوله. المشكله شويه لما بيبقى الوزن بقاله فتره معانا، لانه بيتحول لدهون اسمها الدهون العنيده، بتبقى صعبه شويه في النزول، ولكن بتنزل برده مع كورس سوبر سيليم. فانت في حالتك يا ندى هيبقى الموضوع بالنسبه لك بسيط، ان شاء الله هتنزلي ال 22 كيلو الزياده دول معانا في شهرين شهرين ونص بالكتير، هتاخدي الكورس السريع لانقاذ الوزن. يا ندى انت بترضعي ولا مش بترضعي يا ندى؟ ندى اما حضرتك يا دكتور برضع. بترضعي تمام. بصي يا حبيبتي، هتاخدي معانا الكورس السريع لانقاص الوزن اللي هي كبسولات السوبر سيليم، كبسولات البيسلم، وكمان هناخد كريم شد الترهلات. اكيد منطقه البطن عندك مترهله وفيها دهون يا ندى صح؟ اه للاسف. اه صح. خلاص يبقى هندي، انت والده طبيعي ولا قيصري؟ لا سيزيريان. سيزيريان قيصري. طب انا عايزه اسالك بقالك قد ايه والده؟ بقالي بالظبط 9 شهور. 9 شهور؟ لا تمام، انا عشان بس يا جماعه الناس اللي والده لسه حديثه بيبقى فيه جرح، فما بفضلش نستخدم كريم شد الترهلات على الجرح، فبنستنى شويه. ولكن ما دام انت بقالك 9 شهور خلاص الجرح لأم والجرح بقى كويس، بندهن عادي كريم شد الترهلات على منطقه البطن، هتدينيه مره قبل النوم يا ندى، وهتاخدي كبسولات السوبر سيليم، هتاخدي كبسوله بعد الفطار بساعه، وكبسولات البيسلم هتاخدي كبسوله قبل الغداء بساعه. دايما يا ندى بقول من اساسيات نجاح كورس سوبر سيليم مع اي حد بياخده عشان ينزل في الوزن، لازم بنشرب كوبايتين ميه بعد كل كبسوله، بعد كبسوله السوبر سيليم وبعد كبسوله البيسلم لازم تشربي يا ندى كوبايتين ميه على طول بعد الكبسوله، علشان نخلي الكبسوله دي تنفش في المعده، فبالتالي نقدر نحس بالشبع لفتره اطول ونزود من معدل حرق الجسم للدهون. فلازم الميه اساسيه بعد الكبسوله يا ندى. حاضر، شكرا جدا لحضرتك. بشكرك قوي قوي يا ندى، هحولك حالا على الفريق الطبي، هياخدوا بياناتك وهيوصلوا لك، انت قريبه معانا فهيوصل لك الكورس النهارده لحد باب البيت. طبعا يا جماعه طبعا بالخصم، ما تنسيش يا ندى خصم 50% على الكورس، والتلات هدايا تاخديهم النهارده ويوصلك الكورس النهارده بالشحن والتوصيل مجانا طبعا، ومتابعه الفريق الطبي ليكي مره كل اسبوع متابعه مجانيه. دايما بقول يا جماعه وبيجي لي اسئله كثيره، يقولوا لي طب احنا ليه نستخدم كورس سوبر سيليم منتجات التخسيس ماليه البلد؟ ما انا عندي في الصيدليه ده انا بنزل الاقي اشكال والوان. كورس سوبر سيليم مختلف يا جماعه عن اي دواء تخسيس تاني. اولا الكورس كله مواد طبيعيه 100%، ما بيلعبش في كميه المخ، بخلاف ادويه كثيره 70% من الادويه اللي موجوده دلوقتي في السوق فيها ماده اسمها سيبوترامين او فيها مواد بتلعب في كميه المخ، ممكن تجيب لي بعد كده اكتئاب، ممكن تجيب ترجعني تاني في الوزن الزياده اللي انا خسيته، ممكن تسبب لي كمان نوبات اغماء، ممكن توقع لي شعري، الحاجات دي كلها. فاحنا معانا كورس سوبر سيليم ما فيهوش الكلام ده خالص، الكورس كله امن لانه مواد طبيعيه 100% ومرخص بالكامل من وزاره الصحه المصريه. تاني حاجه ان الكورس يا جماعه بيشتغل على الناحيتين، الناس اللي بتاكل كتير فبتزيد في الوزن بتتخن، والناس اللي حرقها ضعيف جدا ما بتاكلش وبتزيد في الوزن، فانا بشتغل على الناحيتين. طيب تالت حاجه ان كورس سوبر سيليم مش منتج واحد، هما تلات منتجات، كبسولات السوبر سيليم، كبسولات البيسلم، وكريم شد الترهلات وحرق الدهون. فمعنى كده ان انا بحصن الجسم بثلاث منتجات، اللي هو بفضل ورا الجسم هتخس ورايا، يعني هتخس لازم هتخس بالثلاث منتجات. رابع حاجه ان انا بخس من غير ما يحصل ترهل في الجلد اللي كنت بكلمكم عليه قبل الفاصل. يعني بشوف ناس كثيره بتنزل في الوزن 30 و40 كيلو بيحصل ترهل الجلد، الجلد بيبقى مرهرط بيتمسك كده، الدراعات تتمسك، البطن تتمسك، الارداف والجناب بتتمسك. طب الحل؟ الحل هنا في كريم شد الترهلات وكريم أزيرة، ده اللي بيساعد جدا في شد الجلد، بيشد لي الجلد بشكل صحي مع انه بيحرق دهون الطبقة السطحية، ومع الدهون اللي انا هنزلها بكبسولات السوبر سيليم وكبسولات البيسلم، يبقى انا بنزل في الوزن من غير ترهل في الجلد، بنزل في الوزن من غير رهرطة. طيب رابع كمان سبب معانا في كورس السوبر سيليم ان طبعا النهاردة احنا عاملين خصم رائع
اقوى خصم على الاطلاق في الحلقه، ثلاث هدايا رجعوا لكم تاني يا جماعه، مش هديه واحده ولا اتنين، النهارده ثلاث هدايا لاول 100 متصل، بالاضافه لخصم 50% على كورس سوبر سيليم، الثلاث منتجات، الكورس طبعا بالكامل مرخص من وزاره الصحه المصريه، التراخيص طبعا هتتعرض قدامكم دلوقتي على الشاشه، ونقطه مهمه جدا بتخلي كورس سوبر سيليم ومنتجات سوبر سيليم مختلف عن اي منتج تخسيس تاني، ان انا عندي يا جماعه في الكورس متابعه مع دكاتره الفريق الطبي، ودايما بقول ان هم دكاتره خريجي طب وصيدله واخدين كورسات ودبلومات في مجال التغذيه العلاجيه، مش خبراء تغذيه، علشان خبراء التغذيه على راسنا من فوق، ولكن دايما بنقول خبراء التغذيه طبعا بيبقوا او الدكاتره بيبقوا على وعي اكبر، على درايه اكبر بالحاله بتاعتكم، فبياخدوا منكم البيانات كامله وبيتابعوا معاكم، واهم حاجه المتابعه، انه انا اشجع الحاله او اشجع الولد او البنت اللي عايز يخس او الراجل والسيده اللي عايزه تخس، بشجعها ان هي تكمل معايا لحد ما توصل للوزن المثالي، فالمتابعه دي مش موجوده عند اي منتج تخسيس تاني، فعشان كده دايما بقول كورس سوبر سيليم دايما مميز، بقى لهم 6 سنين في السوق، داخلين في السنه السابعه، كل يوم النجاح بيزيد عن اليوم اللي قبله، مرخص بالكامل زي ما قلت لكم من وزاره الصحه المصريه، اي حد عايز يطلب الكورس النهارده بالخصم، خصم 50% وثلاث هدايا، الكريم بتاع علاج التجاعيد وترطيب الوجه وتفتيح لون البشره، تاني هديه كريم علاج التهاب العظام والام المفاصل، ثالث هديه معانا وهو دينكو الغسول النسائي لاي حد عنده يعني بكتيريا او فطريات، اي سيده عندها بكتيريا او فطريات في منطقه البكيني، عندكم كمان عايزين تفتحوا منطقه البكيني شويه، فمن اول استخدام بيحصل ده عن طريق غسول دينكو المرخص طبعا من وزاره الصحه المصريه، الهدايا بتاعتنا مرخصه من وزاره الصحه المصريه، الكورس بالكامل الثلاث منتجات مرخصه من وزاره الصحه المصريه، وطبعا لازم اقول انه اي حد عايز الكورس بيتصل من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، هيرد عليكم الفريق الطبي وياخدوا بيانات الحاله كامله والعنوان ويوصلوا لكم النهارده او بكره بالكثير، لو محافظات بعيده شويه بتاخد يومين لثلاث ايام، لو محافظات وجه قبلي اسوان والمنيا والسوهاج والبحر الاحمر، لكن لو محافظات قريبه زي القاهره واسكندريه والدقهليه طبعا بيبقى في نفس اليوم او في نفس اليوم. طيب خلونا انبه كمان على صفحه الفيسبوك قدامكم على الشاشه، عشان الناس اللي بتحاول ان هي تتصل بالدكاتره والتليفونات مشغوله، فدي صفحه الفيسبوك برضو تقدروا تطلبوا من خلالها للكورس، وهيوصلكم برضو بخصم 50% والثلاث هدايا. طبعا في اسئله كتيره جات لي على صفحه الفيسبوك، خلونا نجاوب على بعض الاسئله على حسب بقى ما تسيع وقت الحلقه. في سؤال من مينا بيقول مش فكره تخين او رفيع، هي فكره ان احنا نبقى مستمتع بصحتك وسنك بأكبر شكل، وعشان المتعة دي تتحقق لازم شوية تعب، وأنا قررت إني أتعب عشان أنا عانيت من الخمول والكسل بما فيه الكفاية. طيب بص يا مينا، هو طبعا أنت مش قايل لي وزنك وسنك وطولك، يا جماعة والنبي اللي يبعت لي أي سؤال على صفحة الفيسبوك اكتبوا لي الوزن السن والطول عشان أقدر أقيم الحالة، هل هتاخدي الكورس كامل بالثلاث منتجات، هتاخدي منتجين بس، هتاخدي منتج بس، فلازم أبقى عارفة الوزن والسن والطول. بص يا مينا، طبعا أنت واضح إن أنت عندك سمنة مفرطة، لأن الكلام ده اكيد جاي من حد عنده سنه مفرطه، فما تقلقش خالص، هناخد كورس سوبر سيليم بالثلاث منتجات، انت معانا النهارده من هنعتبرك من اول 100 متصل، ابعت لهم على رسائل الصفحه قول لهم انا مينا اللي بعت السؤال اللي جاوب النهارده عليه في الحلقه، علشان يبعتوا لك الكورس عليه خصم 50%، هتاخد الكورس كامل مع الثلاث منتجات، واهم حاجه يا مينا يعني صحح لي المعلومه اذا كان عندك سمنه مفرطه ولا لا، هتبعت الوزن والسن والطول للدكاتره، وبرده لو انت سمنه مفرطه هيرشحوا لك الكورس بالكامل، لو غير كده هينقولك منتجات من المنتجات بتاعتنا. طيب محمد إيهاب بيقول هو إيه الأثار السلبية للسمنة لسن الشباب يا دكتور، وإيه الإيجابيات اللي ممكن تتحقق لو تجنبت السمنة دي، وياريت تردي عليا يا دكتورة عشان أنا مستني ردك وبحفز بنتي على الخطوة دي. طيب بص يا محمد، طبعا الأثار السلبية للسمنة بشكل عام سواء كان في سن الشباب، في سن المراهقين، في سن الناس الكبار كبار السن، دايما السمنة هي مرض، صنفت يا جماعة السمنة في آخر 10 سنين إن هي مرض وهي مش مجرد عرض، فمرض السمنة بيندرج تحته الكثير من الأمراض، مرض السكر، مرض الضغط، مرض الكبد الدهني، آلام العظام، بعد الشر عليك طبعا جلطات القلب والأوعية الدموية، زيادة الدهون الثلاثية في الدم، وزيادة الكوليسترول، كل دي أمراض يا جماعة بتنتج عن السمنة. طب إيه حل الأمراض دي؟ إن أنت تخس، أعالج السمنة وأنزل في الوزن، بالتبعية كل الأمراض دي هتبعد عني تماما. طيب معانا حازم، إزيك يا حازم؟ دكتور صباح الخير. صباح الفل، اخبارك ايه؟
الحمد لله. الحمد لله يا حازم، اتفضل. انا وزني يا دكتور 98 كيلو. ايوه. وطولي 176. وطولك 176. بتاع 18 كيلو او 12 كيلو. مظبوط مظبوط، في عندك تقريبا 18 كيلو. تمام، قول لي، حاولت قبل كده تنزل في الوزن وما عرفتش يا حازم؟ اكيد، بس يعني كان بطيء قوي المعدل بتاعي يعني. يعني حتى وانت ما بتاكلش كتير، او انت بتقلل في اكلك، او انت بتاخد منتجات حتى تخسيس، لقيت النزول في الوزن قليل جدا. طيب يبقى احنا الحرق بتاعنا يا حازم فيه مشكله. طب هزود لك الحرق بكبسولات البيسلين. بس قول لي يا حازم، السمنة عندك في منطقه معينه في الجسم ولا في كل الجسم متوزعه؟ في الكرش في الاغلب يعني. طيب هناخد كبسولات البيسلام يا حازم، وهناخد كريم شد الترهلات، هتدهنه على منطقه البطن او الكرش دي مره قبل النوم. وناخد كبسولات البيسلام، هتاخد لي كبسوله بعد قبل الغداء بساعه قبل ما تتغدى. عايزك تاخد كبسوله البيسلام وتشرب وراها كوبايتين ميه، هتساعد جدا في حرق الجسم لان عندك مشكله اساسيه في الحرق. طب انا هزود لك حرق جسمك ازاي؟ بالفانيليا، بالكروميوم، بقشور السليم، بالقهوه الخضراء، وبمستخلص الاناناس الطبيعي. كل اللي انا قلته ده هيزود معاك حرق الجسم فتحرق بشكل اسرع. فكبسولات البيسلم هتبقى كافيه جدا معاك مع كريم شد الترهلات على منطقه البطن. طب وبالنسبه للشهيه؟ بالنسبه للايه؟ الشهيه. انت عندك شهيه مفتوحه للاكل. كبسولات البيسلم فيها قشور السليم اللي هتنفش معاك في المعده وهتملى معدتك، هتحس بالشبع لفتره اطول، هتفضل 3 4 ساعات على الاقل شبعان، مش هتبقى محتاج ان انت تاكل اي حاجه. طب يعني الادويه دي، طب ما يعني مع قله الاكل اللي هي هتسببها لي، المفروض هتسد شهيتي بالظبط كده. فانا اكلي هيقل، طب ده ممكن يسبب لي هبوط مثلا وسط يومي لان شغلي في مجهود؟ اطلاقا. حلو السؤال بتاعك قوي يا حازم، لانه طبعا الكورس بالكامل مدعم بفيتامينات، بمعادن، مضادات اكسده، الحاجات دي كلها بتقوي جدا مناعتك، بتحسن جدا من صحه الشعر والبشره عندك، وكمان بتعالج الانيميا. فلو عندك انيميا اصلا من قبل ما تاخد الكورس، مجرد ما تاخد الكورس وكبسولات البي سليم بالذات، هنقدر نعالج الانيميا ونقدر نقوي المناعه ونديك كده ايه زي ما بنقول باور كده، قوة كده يا حازم. بشكرك يا حازم، شكرا جزيلا. عندك أي سؤال تاني؟ شكرا جدا يا دكتور. هحولك على الفريق الطبي علشان يدولك الكورس يوصلهولك لحد باب البيت، كبسولات البيسلم وكريم الترهلات. طيب عايزه بقى طبعا الفقره دي محببه جدا لقلبي، فقره نجاحات كورس سوبر سيليم مع الناس اللي استخدمته. نشوف الصور سريعا عشان احنا خلاص بنختم. يلا يا جماعه انزلوا بالصور. طبعا دي من اجمل الحالات بتاعه كورس سوبر سيليم، خست حوالي 30 كيلو في 3 شهور بمعدل كل شهر 10 كيلو. بوجه لك طبعا التحيه اللي وراها. طيب هو للاسف خلصت حلقتنا وما لحقناش نعرض الصور ونجاحات كورس سوبر سيليم، بس لينا حلقات تانية كتيره جايه هعرض لكم صور وهبدا بيها علشان احفزكم كده ان انتوا تنزلوا الوزن الزياده بمنتهى السرعه وبمنتهى الامان والفعاليه. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم دكتور حنان الحسيني. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في احسن صحه وفي احسن حال، وكلنا جسمنا يبقى مظبوط ومحدش يعاني ابدا من السمنه ومن ضعف المناعه. بشكركم شكرا جزيلا، الاسبوع الجاي ان شاء الله اشوفكم على خير. السلام عليكم.